تحت عنوان التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، عقدت إحدى مقدمي خدمات المياه منتداه السادس، وذلك بمشاركة من المؤسسات الحكومية والمانحة والبلديات وممثلي الشركات العاملة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة. حضورنا اليوم في هذا المؤتمر يهدف بالأساس لتطوير القطاع المائي ومواجهة تحدياته. طبعا يكمن التهديد الأكبر للأمن المائي الفلسطيني في الأطماع الإسرائيلية في مياه. أنا بدعوكم جميعا، كل الموجودين معنا وكل المؤسسات، أن يستفيدوا من هذه الفرصة، وأنه يتم استنهاض حقيقي للهمم من أجل العمل الجاد لتحقيق الغايات المنشوة والنهوض بقطاع المياه. احنا دائما في المؤتمرات الخمس السابقه كنا بنحكي دائما على قطاع المياه والصرف الصحي. احنا اليوم بنحكي على ترابط بين المياه وبين الطاقه او الكهرباء وبين الزراعه، لانه كلها قضايا مرتبطه في بعضها. فاحنا وسعنا نطاق العمل ووسعنا نطاق نقل الخبرات لنشمل مواضيع اكثر مترابطه في بعضها. الاهداف بشكل اساسي هو تبادل ونقل الخبرات لمقدمي الخدمات، سواء كانوا مياه او طاقه في فلسطين، على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. وشارك في المنتدى مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين كفرصة لتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بين مزودي الخدمات وخبراء المياه بهدف تحسين خدمات تزويد المياه والصرف الصحي. قطاع المياه الفلسطيني بالتحديات الكبيرة والضغوط السياسية، ويعني بحاجة إلى كثير من الدعم على المستوى السياسي والدعم، وعلى المستوى الفني والتقني. احنا من الناحية الفنية لدينا إمكانيات كبيرة وقاعدة بيانات وبرامج تدريبية ودراسات وأبحاث تفيد قطاع المياه في فلسطين. وتخلل المنتدى معرض لمجموعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال التكنولوجيا والمياه والطاقة والزراعة، فيما يستمر المنتدى على مدار يومين لتعزيز قدرة مزودي خدمات المياه في فلسطين على مواجهة التحديات، خاصة في ظل السياسات المائية العنصرية التي يفرضها الاحتلال، حيث يسيطر على أكثر من 85% من موارد المياه الجوفية، إضافة إلى القيود والعقبات التي يحرم من خلالها أبناء شعبنا من تطوير خدمات المياه والصرف الصحي. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.